السلام عليكم. في الجزء الأول واستكمال للخطوات الكلينيكال for removable partial construction، بعد ما كملنا impression وصبيناها وكملنا خطوة السيرفي والبلوك أوت اللي هي كلش خطوة مهمة للفاينل كاست أو للماستر كاست before the do the following steps، وصلنا إلى خطوة الجو ريليشن. مثل ما نعرف الجو ريليشن to the relation of the lower to the upper، وعندنا two plane، the vertical plane والhorizontal plane. for clinical and for the removable partial denture عندنا many method for establishing a closer relationship. the most widely we do in our clinic هي direct apposition of cast والinter-occlusal record with posterior teeth remaining والjaw relation made entirely on the occlusal rim. direct apposition of cast. when I do this method، شلون اني اقدر، شو وقت اني اقرر انه اني ما احتاج اجيب البيشنت بخطوه السنتريك وقبل اكون اروح لخطوه التراين، من عندي sufficient opposing teeth وماكو اي occlusal abnormalities. وإضافة إلى هذا، إحنا حتى يثبت أي شيء بالفراغ يحتاج إلى 3 spots or 3 stops يسموها الترايبود. فهنا إذا تحقق لي 2 posteriorly 1 anterior without any rocking of the cast، راح نقول نقدر نسوي direct apposition of cast without need for the centriculation registration by any material. يعني بهالحالة من عندنا enough teeth remaining، إيش راح نسوي؟ apposition of cast، نسوي قبل تراين ونختار الشيت سيلكشن فور ذا تيث، ومباشرة راح ننقل لخطوة التراين. في حال عندنا مو طبعا هاي الدايركت ابوزنج دائما تكون بالكلاس 3 بالكلاس 4، بس في حال كلاس 1 وكلاس 2 وين وي هاف ميسينج بوستيرير تيث، يعني without any stop posteriorly، يعني هاي الثلاث نقاط ما متحققة كلها، متحققة anteriorly ووحدة posteriorly أو متحققة بس نقطتين، فما راح يصير عندنا stable cast. بهالحالة ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا rocking. فايش راح نحتاج؟ راح نحتاج خطوة السنتريك by using a record base and a bitrim. طبعا هذه الريكورد بيس كما مر عليكم بالمرحلة الثانية we constructed it by a cold cure acrylic and use a bitrim wax on it. then بهاي الحالة إحنا راح نحتاج registration of wax by registration of occlusal relationship by wax. مثل ما نشوف هنا، في حال إنه أني ما عندي أي posterior teeth upper and lower، بهالحالة ما راح أقدر أعتمد على bitrim واحد، لازم أعتمد two bitrim for the registration of the centric relation. طبعا بالcentric relation ايش راح نحتاج؟ راح نحتاج نسوي record base softening of the wax and then inserted it in the patient mouth. when I inserted it we must guide the patient and train him to occlude in centric. يعني شلون؟ اني من قبل ما اجيب البايترم، قبل ما اسوي له سوفتنينج، احاول تراي ذا بيشنت تو كلوز انسنتريك باي دايركت ذا مانديبل بوستيريرلي اند ميك مالتيبل كلوجر حتى يعتاد على العضه هذه، ولازم كومفورتبل، يعني ماكو اي احساس بالم من الريكورد بيز، سوفت ريكورد بيز، الواكس مو كلش حار حتى يقدر يعض بدون اي ديستربنس. مثل ما بنشوف بهاي الصورة، بعد ما سويت softening للwax راح put it inside the patient mouth and we direct the patient to close in center. طبعا بهالحالة يا اما اطلعها 2 piece او اطلعها 1 piece، يعني البايترمز اقصد، وبعدين transfer it to the cast and نقعد الكاست كما بنشوف inside the patient mouth. بهالحالة انا سويت registration للريليشن. ايش راح اسوي؟ قبل transfer it to be mounted on an articulator حتى شنو؟ أوديها للمختبر وأسوي teeth arrangement وأنتقل إلى المرحلة الثالثة بالclinical steps اللي هي التراي ان بروسيجر. طبعا بعد ما أكمل
اخذ السنتريك اكو خطوه مهمه هي الشيد سيلكشن اللي يكون بالدي لايت مو بالارتفيشال لايت. يعني اخذ البيشنت للشباك وابدي امرر الشيد جايد مالتي على اسنانه واختار اول واحد صار اقرب له، وبهالحاله اثبته حتى يكون اختيار الاسنان ملائم الى لون اسنان الريمينينج تيث. يعني ما قلنا احنا نتعامل ويا بارشال دنتشر، فلازم عندنا تلائم او تشابه بين الارتفيشال تيث اند الناتشرال تيث. هسه هنا احنا كنا وصلنا الكيس الى ماونتد كاست اون ارتكوليتر اند وي بيجن تو set the teeth, arrange the teeth حتى ننتقل إلى الخطوة الثالثة اللي هي try-in procedure. شكرا جزيلا.